بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأستاذ مساعد دكتور مثنى علي الخليل، أستاذ مادة الفيروسات الطبية كلية طب الأنظار. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء. اليوم راح نتكلم معاكم عن مجموعة من الفيروسات اللي لها علاقة بمرض أو أمراض مهمة تصيب البشر. هذه الفيروسات تشترك بصفة معينة، انه هي المادة الوراثية مالتها هي الدي ان اي، وهي نفس الوقت هي هذه الفيروسات هي نن انفلوب فيروسز. هاي الفيروسات اللي روح ناخذها اليوم هي فيروسات الادينو فيروسز والهيومن بابلوما فيروسز والباربو فيروس. كل وحدة من هذه الفيروسات تسبب مجموعة من الأمراض المهمة اللي راح نستعرضها بمحاضرتنا لهذا اليوم، ونتحدث عن الستركتشر لكل نوع من هذه الفيروسات، إضافة إلى كيفية الوقاية والعلاج من هذا النوع من الفيروسات بشكل أولي بيزيكلي. طبعا الفيروس الأول اللي هو فيروس أو المجموعة الأولى من الفيروسات هو فيروسات الأدينوفيروسز. هذه المجموعة من الفيروسات إنه هي سبب الكيراتو كونجكتيفيتيس وسبب أبر أند لور سبايرال كونفكشن، أي من ضمن ما السبب ممكن سبب نيمونيا، كذلك ممكن سبب الهيمولوجيك سيستايتس اللي هو التبول الدموي والغاسترو انترايتس بالأطفال اللي هم عمر less than 2 years old. الصفات العامة لهذه المجموعة من الفيروسات إنه مثل ما ذكرنا إنه هي دبل ستراند دي إن إيه نن إنفلوب، الدي إن إيه مالته يكون لينير يعني بشكل لينير وليس سيركلر. طبعا التناسخ مالته اللي هو الإيكوزو هيدرال نيوكليو كابسيد يعني تناسخ هنا شكل مكعب لهذه الفيروسات. بنهاية هذه المثلثات بالنسبة لهذا الفيروسات أو الأشكال المعينة بالنسبة لهذا الفيروسات موجود فايبر، هذه الفايبر صفة وحيدة تمتلك هذه الفيروسات ما تمتلك فيروسات أخرى. إذا more characteristic features of these viruses هو وجود هذه الفايبر protrude from the 12 vertex of the capsid. طبعا هنا الصفات اللي هي اللي تخص هذه الفايبر هي الآتي، هي organ of attachment، إذن هي وسيلة الاتصال بالنسبة للفيروس بالخلية، اللي إذن الفيروس التصق بالخلية عن طريق هذه الفايبرز. هذه هيموجلوتينين أنتيجين إنه إلها قابلية على التلازم مع كريات الدم الحمراء. طبعا they are toxic to human cell when purified from the virus، إنه حينما يتم تنقيتها وإعطاها للخلية البشرية ممكن تكون toxic. طبعا على ضوء هذه ايضا الصفه الاخرى، هذه الفايبر بروتين او سيكونس اوف امينو اسيد، بهذه الفايبر بروتين اكو اختلافات من سترين الى اخرى. ممكن نقسم الفيروسات الى تايب سبيسيفيك انتيجين، وعلى ضوء ذلك موجود عندنا 41 انتيجينيك تايب اوف هيومن بابلوما فيروس. اذا هيومن بابلوما فيروس من 1 الى 41 تايب، سيرتين تايب اسوسييتد والسيرتين ديزيزز اللي احنا ذكرناها بداية المحاضرة. إضافة إلى ذلك الفيروس يمتلك بروتينات أخرى اللي هو الهكسون بروتين، اللي على ضوها نقسم فيروس الهيومن بابلوما فيروس إلى جروب سبيسيفيك أو جروب سبيسيفيك أنتيجين، إذا إلى جروبات حسب الاختلافات في هذا الهكسون بروتين. طبعا الملخص ممكن أن نحكي لكم على ملخص الريبليكيشن سايكل بالنسبة لهذا الفيروس. الفيروس يلتصق attachment to the specific receptor on the host cell. طبعا هذا ممكن تكون الهوست سيل بالجهاز التنفسي إذا سترين هي خاصة بالجهاز التنفسي، وإذا سترين خاصة بالجهاز هذا ممكن تكون هذا الهوست سيل بالgastrointestinal tract، وإذا كانت هذه السترين خاصة بالعين ممكن هنا يكون بالconjunctiva هاي الهوست سيل، وهكذا. إذا الالتصاق يكون من خلال هذه الفايبر بروتين. ورا ما يلتصق الفيروس على سبيسيفيك ريسبتر اون ذا هوست سيل يبدا عمليه الاختراق. بما انه هذا الفيروس هو نون انفلوب فيروس، فدخول الفيروس الى داخل السيل يكون عن طريق الدايركت ترانسك لوكيشن. الخطوه الاخرى هو خطوه البينوسايتوس، يعني الخطوه الاخرى هو ستيج اوف انكوتينج اند ريليز اوف ذا فيرال نيوكليك اسيد. بما انه هذا الفيروس هو دي ان اي
ففي الغالب فيروسات الدي ان اي تتوجه الى النيوكليوس لغرض لانه تحتاج الى الهوست سيل دي ان اي لصناعه الدي ان اي بوليمريز الخاص بالريبليكيشن. اذا تذهب الى النيوكليوس وبالنيوكليوس يحصل ايرلي ترانسكريبشن باستخدام الهوست سيل دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز تو فورميشن اوف ايرلي فايرال مسنجر ار ان اي. هذا الايرلي فايرال مسنجر ار ان اي راح يغادر النواه ويتوجه الى الرايبوسوم ويحصل له في الرايبوسوم ترانسليشن تو فورميشن اوف نون ستراكشر بروتين. هذا النون ستراكشر بروتين هو بالاصل هو عباره عن الدي ان اي بوليمريز. اذا هذا الدي ان اي بوليمريز تم صناعته في داخل هذه الرايبوسوم، وهذا الدي ان اي بوليمريز راح يذهب الى النيوكليوس. الغايه من عنده هو انه كل فايرال دي ان اي راح يصنع من عنده ملايين الكوبيز من عنده باستخدام هذا الانزيم اللي هو الدي ان اي بوليمريز. خطوه الاخرى يصير ليت ترانسكريبشن، انه الجزء الباقي من الفايرال دي ان اي يصير لك ليت ترانسكريبشن تو فورميشن اوف ليت مسنجر ار ان ليت فايرال مسنجر ار ان اي. هذا ليت فايرال مسنجر ار ان اي مثل يعني مثل ما ذكرنا بالبدايه ايضا راح يغادر النواه ويتوجه الى الرايبوسوم لتصنيع ليت فايرال بروتين. في الغالب هذا الليت فايرال بروتين هي عباره عن ستراكشر بروتين ريكوايرد فور بولدنج اوف ذا فايروس. اذا صار عندنا ملايين الكوبيز اوف فايرال دي ان اي واعداد ايضا كافيه من ستراكشر بروتين، راح هذه الفايرال دي ان اي راح يسلها اسامبلد وذين ذا كابسيد بروتين، وبالتالي يصير تجمع الكومبليت فايروس او ماتشور فايروس بارتيكلز، وهذه راح تغادر الماتشور فايروس بارتيكل او تغادر هاي الخليه بورا ما صارت اعداد هائله من الفيروسات. تغادر هاي الخليه تتوجه مغادره الخليه عن طريق ريبتشر او ليسس اوف ذيس سيلز. طبعا هنا ترانسميشن اند ابديمولوجي اوف هيومن بابلوم فايروس حسب نوع او حسب السترين. فالفيروسات اللي تسبب اصابات بالجهاز التنفسي طريقه العدوى بها تكون عن طريق الروزول دروبليت اللي هو الرذاذ المتطايره من شخص الى اخر، والفيروسات اللي تسبب اصابات بالكاسترو انترستن تراكت خاصه بالاطفال اللي هم اقل من سنتين تكون عن طريق الغذاء والماء الملوث اللي هو الفيكو اورغوت. والطريقه الثالثه للانتقال هو دايركت انوكيليشن اوف كونجكتايفا انه عن طريق الاحتكاك مع سطوح ملوثه بالفيروس ومن ثم ملامسه العين. طبعا مثل ما ذكرنا انه سيرتن سيروتايب اسوشيتد وذ سيرتن ديزيز ان هيومن، مثلا الهيومن بابلوما فيروسز اللي هو السترينات 3 و4 و7 تسبب ريسبيرتوري ديزيز، السترينات 18 19 تسبب ايديميك كيراتو كونجكتيفايتس، والسترينات 11 و12 تسبب لنا الهيموراجيك سيستايتس، والسترينات من الهيومن بابلوما فيروس 40 41 سبب انفانتال غاسترو انترايتس. طبعا الباثوجينيسيس اند اميونيتي بالنسبه لهذا الفيروس، الفيروس الخلايا التارجت اورجان بالنسبه له هو الميكوزال ابيثيال سيلز اوف حسب نوع السترينات اوف. ممكن اذا كان سترين خاص بالجهاز التنفسي تكون ميكوزال ابيثيال سيل اوف ريسبيرتوري تراكت سواء كان بالابر او لور ريسبيرتوري تراكت، وممكن تكون ميكوزال اوف ابيثيال سيلز of conjunctiva or gastrointestinal tract. شنو يسوي بهاي الميكوزال ابيثيريال ليسس اوف ذيس سيلز اند ديث. طبعا مرات الفيروس ممكن ان يكون ليتنتي او ليتنت انفكشن سبب ليت انفكشن يعني ما يغادر الجسم بشكل نهائي وانما يكون ليتنسي خاصه بالادينويدال تيشو والتونسيلار تيشو. لذلك واحد من اهم مسببات حدوث التونسيلايتس بالهيومن هو فيروس الادينو فيروس. The clinical features of the patient affected with adenovirus حسب السترين اللي سببت الإصابة. مثلا ممكن تكون الإصابات بالأور and lower respiratory infection، وبالتالي الأشخاص المصابين بالهيومن بابلوما فيروس راح يعانون من الفرنجيتس فرنجيو كونجكتيفيتس سور ثروت فيفر اند كورايزا اند كونجكتيفيتس. عندما تكون الإصابات باللور respiratory tract ممكن يصير عندهم atypical pneumonia اللي هي اهم صفاتها هو الفيبر باثو كونسوليديشن والكف.
عندما يكون إصابة بالستلينات الخاصة بالهيومن بابلون فيروس خاصة باليورينال بلدر ممكن يصير هيموريجيك سيستايتس واللي هم صفاته هيماتشوريا أو ديسيوريا يعني إما لا تبول أو تبول دموي. طبعا إذا حينما تكون هناك إصابة بالجاستروانتيرايتس فممكن يصير عندنا ننبلد إداري أو سيفير ووتر إداري خاصة بالأطفال اللي أعمارهم أقل من سنتين. طبعا هذه صفة مهمة من واحد مهم مسببات الإضافة إلى الروتوفيروس بالأطفال اللي هم أقل من سنتين هو فيروس الأدينوفيروس إضافة إلى الروتوفيروس. طبعا اللاب دايجنوسيس حسب السوتابل سبيسمن ممكن تكون روتسواب نيزوفرنجال اسبيريشن او سبيوتوم هنا بالنسبه للفيروسات الخاصه بالجهاز فيروسات الادين الخاصه بالجهاز التنفسي وممكن تكون الستول بالفيروسات الخاصه بالجهاز الهضمي ممكن يكون السواب اللي هو الاي سواب حينما تكون هناك اصابه بالكيراتو كونجكتيفايتس وبالتالي ممكن نعزلها على تيشو كلتشر. كذلك ممكن اعتماد على اختبارات السيرولوجية اللي هو إذا كان تشخيص الـ IgG four fold rise of antibody titer وإذا كان IgM إنه ممكن single serum sample كافي. طبعا أهم الاختبارات السيرولوجية المستخدمة في تشخيص الفيروس هو ممكن نستخدم تقنية الـ PCR وممكن نستخدم تقنية الـ complement fixation test والهيم agglutination test. بالنسبة لهذا الفيروس ليس هناك علاج محدد نوع انتبار الكيموثيرابيوتيك ايجن فور ادينوفيروس وليس هناك باكسين نو باكسين. السبب في ذلك يتعدد السترينات المسببة للمرض وفقط انه الاعتماد على تحسين النظام الصحي والنظافة من خلال تحسين وتعقيم المياه وبالنسبة للإصابات الخاصة بالجهاز الهضمي وكذلك تعقيم الأيدي والأسطح لمنع انتشار الفيروس. الفيروس الثاني اللي راح ناخذه ضمن فيروسات الدي ان اي فيروس هو الهيومن بابيلوما فيروس. هذا الفيروس بشكل عام يسبب البابيلوماس اوف هيومن يعني ممكن يسبب اللي هو الثالول بشكل عام بالنسبه للاورام السرطانيه الحميده اللي هو البينايمات اوف سيكوموس ابيثيال سيل كان يكون هذا الثالول في الجلد او في الاصبع القدم الكبير البولوارت اون ذا سكين اور بلانتر وارت او بينايمات ممكن تكون عندنا سرطانات حميده بالجينيتاليا سواء كانت بالميل او بالفيميل يعني بالجهاز التناسلي الذكري او الانثوي. وممكن انه بعض السكرينات خاصه الهيومن بابيلوما فيروس 16 و18 و45 ممكن ان يسبب الكارسينوما اوف ذا فينس اند ذا سيرفكس اللي هو خاصه السيرفيكال كانسر اللي هو سرطان عنق الرحم هو شائع هنا كثيرا في النساء. بالنسبه للصفات العامه بالنسبه لهذا الفيروس هو ايضا دبل ستراند دي ان اي انفلوب مثل الفيروس السابق اللي هو هيومن بابيلوما الفيروس الادينوفيروس لكن هنا الماده الوراثيه تكون سيركلر يعني ملتفه حول نفسه. طبعا هنا السيمتري التناسق مالته ايضا مثل الادينوفيروس هو ايكوزوهيدرال سيمتري. هناك على الاقل 60 تايبس اوف هيومن بابيلوما فيروسز. الصفه المهمه بالنسبه لهذا الفيروس اللي هي تخليه يحول الخليه اللي تنصاب الى خليه سرطانيه هو هذا الفيروس امتلاكه جينين مهمه اللي هو جين يسمى بالايرلي 6 والجين الثاني يسمى ايرلي 7. هذا الايرلي 6 ايرلي 7 ممكن انه الفيروس جين برودكت المنتج مالت البروتين اللي ينتج من عنده يرتبط مع البروتين المنتج من التيومر سبريسر جين خاصة بالنسبة للهيومن هنا البي 53 والريتينوبلاستوما جين. معروف انه البي 53 ريتينوبلاستوما جين بروتين هذول البروتينين لهم علاقة بمنع تكون او تحول خلية الى خلية سرطانية اي انه يسوون سبريشن البروتين المنتج من قبل الأونكوجين او التيومر جين. بالتالي عندما يجي early 6 early 7 بروتين ممكن ان يرتبط مع التيومر سبريسر جين بروتين وبالتالي يمنع بالتالي الجين الأونكوجين بروتين راح ياخذ راحته وبالتالي راح يدخل الى السيل سايكل اللي ماكو حد يمنعه او ما حد يسوي التيومر سبريسر جين هنا
قيدها الـ L7 بروتين وبالتالي حول خلية إلى خلية سرطانية. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة أنه certain types associated with certain part on the skin and genitalia. بالنسبة للهيومن بابلوما فيروس واحد إلى أربعة مسؤول عن اللي هو الوات اللي هو منتشر أو الثالو المنتشر على الجلد وكذلك على البلانتر على الأصبع القدم الكبير. بالنسبة لفيروسات الهيومن بابلوما فيروس والهيومن ستة والهيومن بابلوما فيروس 11 مسؤول عن هنا البناء المارك of skin and genitalia. الهيومن بابلوما فيروس 16 و18 و 45 مسؤول عن اللي هو المالجنت وارد اللي هو سير بالبينس والسيرفكس اوف ذا وومن. بالنسبه الريبليكيشن سايكلز اوف هيومن بابلوما فيروس ليتل از نون اباوت ريبليكيشن سايكل اوف هيومن بابلوما فيروس. لكن الشيء المؤكد بالنسبة لهذا الفيروس إنه هذا الفيروس الهيومن بابلوما فيروس الخلايا التارجت سيلز بالنسبة إليه هو ترمن ديفرينشيتد سكوماس ابيثيليال سيل راذر ذان ذا بيزل سيلز. الشيء اللي يسوي إنه من يدخل الفيروس إلى داخل هذه السيلز اتجاهه يا إما يبقى ابيسونال يعني فري إن ذا نيوكليس أوف ذا سيل وما يسوي شيء مجرد إنه ليتنت انفكشن أو إنه يسوي انتجريشن يلتصق مع الهوست سيل دي إن إيه وبالتالي early 6 early 7 بروتين راح يصيرها over express وهذا يرتبط مع راح يرتبط مع البي 53 بروتين او ريتينوبلاستوما جين اللي هو تيومر سبريسر جين اللي هي دورها الطبيعي هو منع يسوي سبريشن للأونكوجين. هنا ما راح يسوي سبريشن للأونكوجين لانه قيدها early 6 early 7 بروتين وبالتالي راح الخليه الأونكوجين راح يدخل أونكوجين بروتين راح يروح للسيل سايكل ويصير عندنا أن اللي هو الأنكونترول جروث أوف ذي سيل وبالتالي تحول إلى خلية سرطانية اللي هي ممكن تكون نوعاً ممكن تكون بناين وارت يعني أورام حميدة أو ممكن تكون مالجنت وارت أو كانسر بهذا الشكل. طبعاً الفيروس مثل ما ذكرنا انه الباثوجينسيتي اند اميونيتي الفيروس بشكل عام يصيب التيرمن ديفليشن سكوماس ابيثيليال سيلز راذر ذان ذا بيزل سيلز وبالتالي الاستاد المصاب او الشخص المصاب بالنسبه لهذا او الهيستوباثولوجيست راح يميز الاصابه بالهيومن بابلوما فيروس من خلال ظهور الكوليوسايت فاكيوس. طبعا هاي حكينا عنها كيف انه هذا الفيروس الفيروس يحول الى يحول الخليه اللي ينصاب بها الى خليه سرطانيه من خلال لانه موجود ب early 6 early 7 بروتين تبطون مع تيومر سبرسرجين. طبعا هنا المناعه ضد هذا الفيروس انه هذا الثالو اللي يصير بالاصبع القدم الكبير كيف انه الجسم يتخلص من عنده. ممكن مناعه الجسم هي تكون خاصة سيميليتين هيومر أمنيتي play a very important role in spontaneous إزالة ذاتية regression of the wart. طبعا clinical features of the patient infected with human papilloma virus هو حسب نوع السكرين اللي راح يصير بإصابة مثل السكرينات human papilloma virus 1 إلى 4 السبب بلانتر سكين وارت يعني ثالث منتشر على الجلد أو ثالث منتشر على أصبع القدم الكبير. ممكن أيضا تكون أورام سرطانية أو ممكن تكون أورام حميدة موجودة بالجهاز التناسلي الأنثوي الذكري اللي خاصة عندما تكون هناك إصابة بالهيومن بابلوماوفيروس 6 و 11. لكن هذا طبعا يسموها باللاتيني الكونديلوما أكيوميناتي. طبعا الإصابة أيضا ممكن تكون خبيثة خاصة عندما أو ممكن تكون الأورام عندنا كانسر أو ممكن هيومن بابلوما يسبب كانسر خاصة سكرينات معينة اللي هيومن بابلوما فيروس 16-18 ممكن يسبب كانسر أو يسمى بالإنترا إبيثيليال نيوبليجيا خاصة بالبينس أو ممكن يكون عندنا بالسيرفيكال كانسر. التشخيص الإصابة بالهيومن بابلوما فيروس اللي هو easily to be diagnosed clinically لأنه وجود هذا الفيروس سواء كان بالجلد أو الأصبع القدم الكبير أو بالجهاز التناسلي. كذلك بالنسبة للأورام السرطانية الخبيثة
حينما يكون هناك إصابة بالكنسر بالسيرفكس ممكن استخدام الباب سمير وبالتالي جلب قسم من هذه السمير ونسوي لها ديتكشن من خلال جين اكسبيرت أو من خلال البي سي آر بالاعتماد على توفر البرايمرز خاصة بهذه الفيروسات. كذلك العينة المرسلة إلى الهيستوباثولوجيست ممكن يميز وجود طبعا الكويلوسايت باكيولز in the tissue of the patient infected of the in the tissue infected with human papillomavirus. من النادر الاعتماد على الفحوصات السيرولوجية لتشخيص الهيومن بابيلوموفيروس انفكشن، وايضا لا يتم الاعتماد على التشو كلتشر في عزل هذه الفيروس. اذا الوسيله الاساسيه هو بالهيستوباثولوجيست يميز وجود كويلوسايت باكيولز ان تشو، هاي كاركترستيك فيتشرز بالنسبه للهيومن بابيلوموفيروس. والصفه الاخرى اعتماد على تقنيه البي سي ار او جين اكسبيرت بالنسبه للسامبل اللي راح نستخدمه في حاله الاورام السرطانيه الخبيثه مثلا ممكن ان يكون عندنا هنا الباب سمير. تريتمنت انه البلانتر وارتس كنوار ممكن انه حد ما يكون عندنا سيرجيكال ريموفال اوف وارت حد ما تكون قليل، لكن اذا كثيره ممكن ان نستخدم نيبسه باستخدام ليكويد نايتروجين درجه حراره 179 تحت الصفر، او المكان اللي يتم ازالته ممكن نستخدم الساليسيليك اسيد اس او اوينتمنت. ممكن نعتمد على العلاج السيستميك تريتمنت من خلال استخدام البيج او الفا انترفيرون، او ممكن استخدام البودوفيلين. الفيروس طبعا ليس هناك لقاح بالنسبه للهيومن بابيلوموفيروس. الفيروس الاخير اللي راح نشرحه لكم في هذه المحاضره هو البارفوفيروسيس، اللي هو عباره عن الفيروس الوحيد اللي هو سنجل اللي ضمن هاي المجموعه اللي احنا نعطيها للطلبه هو سنجل ستراند لينير دي ان اي. اغلب الفيروسات الدي ان اي هي دبل ستراند دي ان اي، لكن هذا الفيروس هو سنجل ستراند دي ان اي. ايكوزا هو النيوكليو كابسيد، الماده الوراثيه يعني التناسق مالته تكون كيوبك سيمتري يعني شكل مكعب. اهم فيروس مهم بالنسبه للجانب الطبي هو السيروتايب بي 19، لانه هذا يسبب يسمى حاله مرضيه يسمى بالاريديميا انفكشيوزا او يسمى بالفيفث ديزيز. طبعا هو سيلف ليميتد ديزيز اوف تشيلدرن. اهم ما يميزه هو سليب تشكراش اللي هو بثور تنتشر على الجلد. الفيروس بشكل اساسي التارجت سيلز بالنسبه له هو الاماتشور ار بي سي، لانه اماتشور ار بي سي موجود بها النيوكليوس وبالتالي كيلينج ديم. الأعراض تكون أكثر شدة في الأشخاص المصابين بالسكل سيل أنيميا، لأنه هو أساس الفيروس يضرب الامتشور ار بي سي، وبالتالي عندما أشخاص أيضا بهم سكل سيل أنيميا فممكن يظهر عندهم أعراض سيفير مانفستيشن هو بلاستيك كرايسيس. طبعا ليس هناك علاج لهذا الفيروس، ليس هناك لقاح لهذا الفيروس. أرجو أن تكون استمتعتوا بهذه المحاضرة، وبالتالي